عصيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. واليوم باش نطيبوا حاجة محرحرة وبنينة برشا، واللي هي مرقة الخضرة. مرقة الخضرة كلها منافع بنينة، اون بلوس باللحم البقري كي يبدا هبرة، انا نحب الهبرة على الاخر. وهنا توا باش نشوفوا لي زيتاب بالوحدة بالوحدة. اول حاجة باش نشعل النار على الطنجرة، وباش ناخذ زيت نجمة ديو بلوس، ونحط لازم راهو مرقه الخضره لازمها برشا زيت باش تجي عايمه في زيتها كيما نقولوا. نحطوا الزيت بالقدا، تخافوش منها. فوالا، وتوا باش ناخذ البصل مقصوص هكا، البصل خاطر هو ذا ديجا من اصله جيد. نتوما لازمكم ديما تحاولوا، شفت في مرقة الخضرة كل شيء تقصوه خشين شوية، خاطر من بعد قد ما يطيب باش يذبل ينحي الماء نتاعو ويصغر. نحط البصل هاك ونقليوه شوية باش تطلع ريحته. ناخذ طروف اللحم الهبرة باش نحطهم باش نفوح ديريكتومون. ديما نقول لكم راهو البقري يحب برشا التيبل والكرويه. نفوح طريفات اللحم باش نحط الملح، اما مش برشا خاطر من بعد السلق ديجا باش يسيب الملح نتاعو. ونحط فلفل اكحل هكا، هاو ذيك هي الحكايه. نزيد نخلط ولا خل نقلب، ونزيد نفوح شويه باش الاحراف الكل يبداو مفوحين كيف كيف، مش طرف مفوح وطرف لي. وريتو برشا زيت، فريمون راني حطيت برشا زيت. نزيد نحط تيبل والكرويه المفوحين، وباش نزيد نحط شوية ثوم وقت التقلية. فوالا، وتوا لهنا عندي زوز قطط سلق، غسلتهم بالقدا كيما قلت لكم، قصيتهم كبار شوية خاطرهم بعد باش يذبلوا، خليتهم يقطروا بالقدا الماء نتاعهم. وتوا باش نزيد نوريكم كيفاش لازمكم تعملوا لهم، لازم تزيدوا تعصروهم كيما باش نوريكم توا. او كالحم ريتو كيف تلون على جناب القدا، ريحه البصل طلعت. توا ناخذ السلق، ديجا انا شيحته بالقدا، وما كانش نتوما تقوموا بالعمليه هذا، تشدوا السلق وتنزلوا كي باش يتنحى الماء بالقدا، كالزيت يقعد كان الماء نتاعو. سي بون، انا شايح بالقدا، نحط سلق بشويه بشويه. كان الطنجره ما عادش تكفي، واش نقول لكم حاجه، انا راني ما طيبتش برشا، دونك نتوما كانكم عايله وبرشا تعملوا اكثر كونتيتي من اللي انا عملت. بتستنيوها تهبط الخضره شويه وتكملوا تحطوا البقيه. مازالت تزيد تهز هي تو، وتو هي باش تسيب الماء نتاعها الكل ما غير ما نحطوا لها ماء. فوالا، باش تسيب الماء بالقدا ما غير ما تسقيوها ولا تمرقوها، بلوتو تمرقوها مش تسقيوها. توا تشوفوا فوالا هكا، توا تبدا تذبل بشويه بشويه، بالسياسه بالسياسه هاك، وتبداو تخلطوا وكها. سهلة الحكاية إلى حد الآن. توا ريتو هاك الخضرة هذيك الكل باش تسيب ماها، تكمل تبقبق في عقلها في عقلها بالسياسة، ويطيب اللحم. وفي آخر لحظة باش نحطوا طماطم ولا هريسة، ونحطوا الجنارية، ومن بعد زادة بعد البوز باش نطيب لكم حاجة حلوة وبنينة برشا وسهلة برشا. أتوتالور.
ركوكو، رجعنا لكم بعد الفاصل. مرقة الخضرة متاعي ريتوها كيفاه طابت، نعرفوها طابت كيف الأخضر متاعها يغميق ما عادش يقعد مشعشع، وحطيت فيها شوية معدنوس من قبيليكا باش زيد هو ليث شوية. توا يا سيدك بن سيدك باش نحط الفلفل الشايح باش تايب مطعمه توا، خاطر كي نحطه من الأول المطعم يضيع ولا كيفاش. باش نحط جرينيت فلفل فريشكين، وباش ناخو صحفة نحط فيها شوية طماطم معجون. راهي مرقة الخضرة ما تجيش برشا طماطم، تجيب شوية بركة، تقول مامي فولة طماطم ونحطوها في الاخر. باش ناخو مغرفة صغيرة جوست على اللون، ما لازمهاش مطمطمة. وباش نحط هريسة سيكام المحرحرة والبنينة، ديما ذي الهريسة. وباش نحط نكتة هريسة عربي، باش نحلهم شوية ماء مش برشا ونحطهم في مرقة الخضرة هكا فريمون نكتة. فوالا نحطوها. وتوا باش نحطو، خذيت الجنارية، انا لقيت جنارية صغرونة اليوم دونك خذيتها قصيتها نظفتها بيان سور قبل. وباش نحطها توا تزيد تهز غلوة معاك الجو هذاك الكل. تنجمو زيدا تحطو الخرشف، فما اللي يحطو في وسطها خضرة خضرة تروف بطاطا وكل، انا الحق جو بريفير هكا تجي خير. فوالا ونخليوها توا على نار هادية. ريتوها كيفاش قرت زيتها بالكدا، لازمها تبدا مزيته. وبيان سور باش نزيدو نبنوها، هذا اللي يحب يحط واللي ما يحبش ما يحطش. فوله سمن كيما تقول مامي، فوله معناها شوي على الريحه البنينه. فوالا ونخليوها على نار هاديه، نرجعوا لها بعد شويه. توا باش نعملو الديسير. الديسير نتاعنا اليوم باش نعملو كريمه بالسميد وبالسكر، بنينه برشا برشا برشا. اول حاجه اش باش نعملو، باش ناخذو الحليب من الفريجيدير، خنخمل شويه البلان دو ترافاي. باش ناخذو الحليب الانتيي نتاع ديليس هذايا، باش نعمل نص ايترا. هذا ديسير سهل برشا وبنين، عبيها بالكدا باش نوصل للنص سيترا. فوالا هذا هي النص سيترا. وتوا باش نخليوها تسخن بالكدا، شعلوا النار. فوالا نخليه حتى لين يغلي. تو باش ناخذ السميد نتاع ورده، باش ناخذ السميد الجيد بالكل، باش ناخذ 100 غرام سميد. اوكي تحل بسهوله تيما الباكو، اون بلوس في هذيا من بعد تلفه وترجع تسكر. 100 غرام للي ما عندوش ميزان، راهي مغرفه نتاع السميد ماهيش معبيه برشا، فيها 25 غرام ابوبخي، معناها 4 مغارف تجي الامور مضبوطه. فوالا هاو تباكو السميد. فوالا تتسكر هكايا بكل سهوله. نشوفوا الحليب نتاعنا زيد يسخن شويه، ولهنا حضرت سكر فاني نتاع فانواز وخذيت الكميه نتاع السكر اللي باش نستحقها. تو باش نستناو شويه تونه الحليب يسخن، قويلو في شويه النار، خنشوف مرقه الخضره انتريتون. وقلبي قلبي لا مرقه خضره تزيد نحرك، ريحتها بنينه بنينه بنينه. خلي كي الخطا نص خطا باش كيك البخار يخرج. سي بون الحليب غلي، باش نحطو على النار هذيا اللي قريبتلي
باش نخلط بكل سهولة. باش ناخو مغرفة لوح ولهنا السميد نحطو ونبدأ نحرك نحرك. ذي كريمة جبنينة خاصة هكا في الصباح ولا في الغوتي ويا سخونة تنجمو تخليوها تبرد زيدا. نخلطو بالقدي فرد وقت وتجيك اللي حرشة ولا كيفية به على الاخر. خلني ناخو الفوي اسهل ترى. اوبس هاوك فوالا. نحي الفوي متاعي خل نحلي الفوي الكل فوالا. في ساعة تحضر الكريمة هذه جوز تخلطوها بالقدي بالسميد وحاطين السكر حاطين السكر فاني كيما قلت لكم تنجموا تحطوا روح الفاني تزيد تبنين على الاخر. توا باش ناخذوا الكيسين ونحطوها في الكيسين. بسم الله بالسياسة بالسياسة نحطوها فوالا. هايك باش نحط في الكيس هذا يزي باش نزيد نزين مرقة الخضرة باش ننزل هكا باش تهبط بالقدي فوالا. نجمو تعملوها زيدا غوتي للصغار حتى غوتي للكبار راهو. باش ناخذو مرقة الخضرة هاي قررت زيتها بالقدي بالقدي وما قعدتش بالماء نزينوها في الصحين فوالا. السياسة بالسياسة كيف تجيب اليدين باش تزيد تبدا بنينه اكثر واكثر. لحظه بركه فوالا. اوه الريحه بنينه والفلفل الحار ومحرحر